نروح مع بعض لملف آخر في هذا الصباح. وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على اهتمام الدولة بالنهوض بأوضاع قطاع الصناعات الغذائية وتذليل كافة العقبات اللي بتواجهه في سبيل زيادة حجم النمو والإنتاج. وخلال الجلسة 15 من سلسلة جلسات المركز بالمنتدى الفكري في حضور نخبة من المستثمرين في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية، تم استعراض مشاهدينا عدد من المؤشرات عن واقع الانتاج الزراعي ومدى الاستفادة من المخلفات الزراعية في عمليات إعادة التصنيع، إلى جانب استعراض أهم الفرص التصديرية لزيادة دور التصنيع الغذائي في التجارة الخارجية، وخاصة طبعا وأن القطاع بيسهم أو ليه مساهمة بحوالي 17.5 مليار دولار في الناتج القومي الإجمالي، ده غير طبعا زيادة حجم صادراته اللي وصلت ل 3.8 مليار دولار. للمزيد من التفاصيل مع الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، وينضم لنا عبر الهاتف. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. يعني دكتور، تحدثنا في هذه الجزئية عن الصناعات الغذائية وإلى الدولة المصرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على اهتمام الدولة بالنهوض بأوضاع قطاع الصناعات الغذائية وتذليل كافة العقبات. من هنا بسأل حضرتك عن أهم الفرص التصديرية لزيادة دور التصنيع الغذائي في التجارة الخارجية. يعني خليني بس في البداية أشير إلى أنه الصناعات الغذائية تحديدا والصناعات الزراعية يمكن احتلت مرتبة كبيرة جدا، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية ما بعد الكوفيد وما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أن هذا الأمر بيرجع إلى سببين أساسيين. أولا أنه المنطق العام في التجارة الخارجية أن الدولة تنتج السلعة أو تستورد السلعة إذا كانت تكلفة استيرادها أرخص من تكلفة إنتاجها محليا، لكن هذا الأمر بعد الكوفيد وتعرض العالم إلى ما يشبه الاقتصاد المغلق أصبحت السلع الزراعية تحتل مرتبة كبيرة جدا ويتم إنتاجها محليا، حتى ولو كانت تكلفة إنتاجها محليا أعلى من تكلفة استيرادها باعتبار أنها سلعة لها علاقة باعتبارات الأمن القومي. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه مع الأزمة الروسية الأوكرانية وابتداء فكرة استخدام سلاح الغذاء كواحد من أدوات الصراع، بدأت تظهر أهمية هذا الأمر على المستوى العالمي، وأن الدولة ضرورة أن يكون لديها اكتفاء ذاتي سواء من الزراعة في هذه المنتجات أو زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة إعادة تدويرها أو استخدامها كنوع من أنواع الصادرات. وبالتالي يمكن هذا النوع من السلع أو التصنيع أولا بيساعد على زيادة المعروض من هذا النوع من السلع، وبالتالي ده بيقف كحماية كبيرة ضد عملية التضخم الموجودة واللي جزء منها تضخم مستورد. ثانيا بيساهم في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء في زيادة معدل التصدير و يعني وجود ميزة تنافسية للمنتج المصري داخل الأسواق الخارجية، أو حتى فيما يتعلق بتأثيراته على سعر صرف العملة واحتياط النقد، وبالتالي طبعا ده بيؤثر على عملية الدين العام. حقيقة الأمر أن الدولة المصرية يعني اتخذت خطوات استباقية في هذا الصدد. يمكن بنذكر أنه المشروعات القومية جزء كبير منها كانت في العمليات الزراعية، يمكن مشروع 1.5 مليون فدان وما تبعها من مشروعات أخرى ساهمت وبشكل كبير في إعطاء مرونة للاقتصاد المصري، وساهمت أيضا في يعني عدم اختفاء سلعة من السوق خاصة مع الموجة التضخمية العارمة التي أصابت العالم كله. مع هذه الإيجابية في طرح حضرتك وتحليلك لهذا الملف في حديثنا في هذا الصباح، إيه اللي بتشوفه أو أهم العقبات اللي حضرتك بتشوف أن الحكومة المصرية قدرت أن هي تذلها وتعمل على تيسيرها إلى المستثمرين في هذين القطاعين؟ يعني يمكن الامتيازات الكبيرة التي أو الحوافز التي أعطتها الدولة المصرية ممكن كان آخرها القرارات الأخيرة التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية واللي بتعفي المزارعين من وإعطاء ميزة بالنسبة لهم فيما يتعلق بالقروض وسدادها. هذا إنما يشير إلى أن قطاع الزراعي أصبح يشكل أولوية عظمى وقصوى للحكومة المصرية بالشكل اللي ممكن أن يدعم القطاع الزراعي بشكل كبير، خاصة وأنه كمان المشروعات الموجودة داخل الدولة المصرية واللي بتهتم بالقطاع الزراعي هتساهم بشكل كبير في زيادة المعروض منها، وكمان يمكن المعارض المنتشرة
فيما يتعلق بهذا النوع من السلع. هذا بيدعم وبشكل كبير الاستثمار في هذا النوع من الصناعة. بالتأكيد دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، بشكرك على وجودك معنا في هذا الصباح وتعليق حضرتك كرجل متخصص.